والله لقد اختفى مقبض الباب. أين ذهب يا ترى؟ أين؟ لا شيء هنا. يا إلهي، ماذا تنظف يا توم؟ شيئا. ما هو؟ كنزي. ماذا كنز؟ أترى؟ سأسترده. حسنا. تفضل. أوه، هذا مقبض باب. تفحصه جيدا. انظر كيف يلمع. أرأيت مثله من قبل؟ أجل. أين رأيت مثله؟ في دكان السيد روجرز. ولكن ما عنده جديد؟ كلها براقة. وجدته في الحقل وقد أخذ مني جهدا كبيرا حتى أصبح يلمع هكذا. طالما تهوى هذه الأشياء لما لا تشتريها من السيد روجرز؟ تلك أكثر لمعانا. نعم أكثر لمعانا. أوه يا لغبائك يا سيد، أنت لا تعرف شيئا، فعلا أنت لا تفهم. توم أحضر لي بعض الماء. يجب أن أذهب حالا. ماذا تفعل؟ صباح الخير يا توم. صباح الخير. صباح الخير يا توم، أراك مجتهدا هذا الصباح. صباح الخير يا سيدة هنري. هل أنت بخير؟ أجل أجل. قاربت على الانتهاء. سامحني، هل أصابك مكروه؟ كنت على عجلة من أمري. تقول سامحني هكذا؟ بكل بساطة، هيا اذهب من هنا، هيا بسرعة اذهب. أنت شرير. أتريد المشاجرة؟ لا طبعا، الذنب منبي أنا أعرف. إذن أحسن الاعتذار. أنا اعتذرت، فماذا تريد؟ كفاك وقاحة، من أنت؟ لم أرك من قبل. إذن أنت غريب عن هذا المكان. أنت لا شأن لك بذلك. سأرغمك على القول، أتفهم؟ سأرغمك. إذن أنت لن تسامحني على الرغم من اعتذاري. هذا غير لائق بك أبدا. كلامك لا يعجبني أبدا، وستدفع الثمن غاليا، أتفهم؟ إذن سأسحب اعتذاري. افعل ما تشاء. افعل ما تشاء. يا لك من وقح. هيا خذ. اسمع، نسيت أن أخبرك إنني أجيد الملاكمة. كان من واجبي أن أعلمك، أليس كذلك؟ ماذا تقول؟ تتكلم عن الملاكمة؟ حسنا، ماذا تقصد؟ أخبرني. توم، ماذا تفعل هناك يا توم؟ لا شيء يا خالتي. عود بسرعة كي لا تتأخر عن المدرسة. هيا. أنا المخطئ يا سيدتي، اصطدمت به فبدأ الجدال. نعم. اخرس أنت. لا شيء يا خالتي. هل تخاف من خالتك؟ لا وقت عندي الآن، اغرب عن وجهي. هيا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. يا
لم يبق ماء يكفي في الدلو بسبب ذلك الفتى، لذا كان على توم أن يملأ الدلو من جديد، ولكنه لن يدع الفتى يفلت في المرة القادمة. بلاد شاسعة، هذه هي العاصمة وتلك البحيرات الكبرى، وهذا هو النهر الكبير أطول الأنهار قاطبة. لن أتأخر بعد اليوم. حسنا، لقد تأخرت 10 دقائق اليوم، من يجيب؟ أنا الفريد. 6900 كيلومتر يا أستاذ. صح، هذه مدينتنا وهذه هي المدينة التي تجاورنا. أتعرف اسم هذه المدينة؟ المدينة الخضراء يا أستاذ. صح، المراكب البخارية الضخمة تبحر ما بين المدينتين، وهناك البحر الذي يأخذنا إلى البحيرات والعاصمة وإلى بقية المدينة الأخرى. طالب جديد، أتعرف المنشار الجديدة؟ أجل، والده هو المسؤول عنها. هناك سباق للمراكب البخارية بين مدينتي والمدينة الخضراء، يجتمع الناس على ضفاف النهر ليشهدوا السباق، ويستمر السباق لمدة 4 أيام. إنه سباق رائع جدا. بماذا ستبادل مقبض الباب هذا يا توم؟ سأعطيك كل ما أملك من كنوز لقاء هذا المقبض. أعرف أنك ستقول ذلك، ولكن اسمع، جميع كنوزك لا تقارن بهذا، أتفهم؟ سأجعله أكثر لمعانا، سترى بنفسك. جو، أين تذهب؟ إلى أي مكان؟ أتذهب معهم؟ سأرى ما يفعلون. الأمر لا يستحق، تعال. سأعود حالا. كلهم أغبياء. نعم. وفي صباح يوم السباق يحتشد الناس في كل مكان، على ضفاف النهر، في الأسطح، على المراكب، لكي يشاهدوا السباق. وبعدها المراكب يتحرك المركبان ويسمع صوت صفارتيهما. وتعزف الفرقة الموسيقية ألحانا شجية. تعال يا توم، أفريد يحدثنا عن سباق المراكب. بيكي تعال هنا. لا تقاطعني، ألم تسمعي بسباق المراكب البخارية يا بيكي؟ أجل، لقد رأيته. بيكي سأعطيك شيئا. انظري. ما هذا؟ مقبض باب قلعة، هذا كنزي. مقبض باب؟ انظري كم هو جميل، خذيه لك. ولكن لا أريد حرمانك من كنزك. لا يهم، تفضلي، لقد جعلته لاهعا من أجلك يا بيكي، تفضلي. أنت مزعج. ماذا تقول؟ أنت مزعج، ابتعد من هنا. ابتعد أنت. أما زلت غاضبا مني بسبب الأمس؟ طبعا، ولن أغفر لك ما فعلت أبدا، أتفهم؟ أنت تتحداني إذن وتريد مبارزتي؟ أجل، أتحداك. يلزمنا شاهدين إذن. شاهدان؟ المبارزة تحتاج إلى شاهدين، واحد لك وواحد لي، ألا تعرف؟ طبعا أعرف، ستنال ما تستحق هذه المرة، أفهم؟ حدد مكان المبارزة هي. غدا الساعة 2 عند مخزن الخشب قرب الرأس الأخضر، حيث ترسل المراكب، أتفهم؟ أيمكنك الذهاب مشيا على الأقدام؟ أجل، في غضون ساعة فقط. سألقاك هناك، لا تنسى أن تحضر الشاهدين. غدا الساعة 2، لا تدع النسيان. شاهد مبارزة؟ لا أستطيع، لا. أتعلم ما سيفعله الشاهد يا هاب؟ كلا، لا شيء، لا شيء. أترفض دون أن تعلم؟ لا أحب رؤية الناس تضرب بعضها بعضا يا توم، لا تذهب. لا أستطيع التراجع، لست جبانا، أتفهم ذلك يا هاب؟ اعتذر إذن، الاعتذار كفيل بحل المشكلة. ما رأيك؟
أتدرك ما تقول؟ ستصبح شاهدي. أتسمع؟ ستأتي معي. رضيت أم أبيت؟ أتفهم؟ ستأتي معي. لابد من أن تأتي معي يا هاك. لم تنعم عيناتهم بالنوم في تلك الليلة، فربما يموت في المبارزة، وعندها ستحزن بك كثيرا وتتعلق به وتبكي، وستحزن خالته ميري وسيد أيضا. سأتغلب عليه. أجل. في اليوم التالي توجه توم وهاك إلى الرأس الأخضر بعد انتهاء المدرسة، وكان هاك قد جهز قاربا. هذا هو؟ نعم. هيا. لم يصل بعد ولا أرى أحدا. أسرع يا هاك. أوه حاضر. استمع إلي جيدا. قواعد المبارزة هي يمنع استعمال السلاح، الضرب بالأيدي فقط، تنتهي المبارزة بالاستسلام. حسنا. توم يا صديقي اعتذر، لا فائدة من المبارزة، اعتذر. هيا ابتعد يا هاك من هنا. خذ القبعة. هيا يا ولد هيا. توم اعتذر. اخرس. والآن هيا. تلك الوضعية لن تنفعك هذه المرة. من الأفضل أن تستعد لملاقاتي. نعم استعد جيدا. نعم سأريق. لن أغفر لك. حسنا. ماذا ستفعل؟ حسنا توقف الآن. لقد قتلتما ببسالة. تصافحا. هيا تصافحا. لم أعلم أنك تقاتل جيدا بهذا الشكل. وأنت أيضا. إني أعترف.
تؤلمني. هل أنت بخير؟ هل تشعر بألم؟ قليلا. نسيت أن أحضر صندوق الإسعافات. ستتحسن، سوف ألحظها. لقد أوشكت على الفوز. ماذا؟ انتصرت تقريبا. لم أخسر. فعلا نصحتني بالامتناع عن المبارزة. أعلم، ولكنك كسبت تقريبا. سأفعلها بنفسي. كلا. هل لي بطلب خدمة؟ أتسمحان لنا بركوب القارب؟ ألم تحضرا قاربا؟ أتينا مشيا، سرنا لمدة ساعة، سعيد أنا. لا يا والتر، أنا مستعد للسير مشيا، هيا. ولكنك مرهق يا عزيزي. أرجوك خذونا معكما، أرجوكما. لا بأس، القارب كبير ويتسع للجميع، هيا. سأجدك حين تشعر بالتعب. لا حاجة للتجديد، سنذهب باتجاه أسفل النهر. أنا أفضل بكثير، كان علينا أن نحضر قاربا معنا، أليس كذلك؟ أجل. هاك، ما هذه المياه؟ الماء يتسرب، كنت أتوقع. ماذا تقول؟ كنت تتوقع؟ هذه مغامرة. أجل، لقد كان القارب مهجورا وتوقعت فيه عيبا. ليس مهم. وتركتنا نركبه على الرغم من ذلك؟ تريدنا أن نموت؟ طبعا لا. هل أنت خائف؟ أراك ترتعش يا ألفريد. لا أرتعش ولست بخائف. هل أنت بخير يا عزيزي؟ أجل بخير طبعا. يا سفاك ابن نصر. توم، كل شيء على ما يرام. توم، أصبح القارب ثقيلا. سأساعده. انظروا، المياه تتدفق، سوف نغرق. ربما لن نتمكن من الوصول إلى الشاطئ يا عزيزي. إذن علينا بالسباحة. السباحة؟ أجل، وما المشكلة؟ لسنا بعيدين كثيرا عن الشاطئ. اتجهوا إلى الشاطئ أرجوكم، اتجهوا. أنا لا أعرف السباحة، لا أعرف السباحة أبدا. أكون أعلم هذا. أرجوكم، أنا لم أتعلم السباحة سابقا، ساعدوني. لماذا لم تقل من قبل؟ لقد فات الأوان. لقد فات الأوان، أنا سأغرق. الحقوني وأقدر. أرجوك، أنا سأغرق. أدخل في مكانك ولا تتحرك. لا تبصق بي يا أبنى. ابتعد عني، ابتعد. ابتعد. انظر، شخص يغرق. ماذا هناك؟ هل انت بخير؟ اجل، غرق القارب. ألفريد أفق. انهض يا عزيزي ألفريد، انهض. توم، هذا أنت؟ مرحبا بك، أراك مبتلا، ماذا حدث؟ غرق قاربنا وكدنا نموت جميعا يا عزيزتي. وقد أوشك ألفريد على الغرق، لكن توم أنقذ حياته. نعم نعم. ماذا؟ صحيح هذا يا توم؟ لا أذكر شيئا يا بيكي. كدت أغرق، وقد أظهر توم شجاعة بالغة يا عزيزتي. توم، أنت شجاع فعلا. شكرا، سأخذ ألفريد إلى البيت. كن حذرا يا توم. شكرا. أجل بيك.
لك نعم نسيت أن أعطيك هذا تفضلي ما هذا مقبض الباب كنزي خذيه لك شكرا يا توم لن أخذه لا ألا يعجبك كلا اسمع أريدك أن تأتي عندنا غدا كي تحكي لي قصة كلها حسنا هل ستأتي نعم رائع سأطلب من ماما تحضير بعض الكحك إلى اللقاء مع السلامة مع السلامة لم تقبل به مرحبا خالتي اهلا سيد الم تجهز الطعام بعد بعد قليل ولكنني جائع ما هذا يا للعجب انه هو اجل الم تعلم لقد وضع توم المقبض وقال باب المخزن بحاجة إليه تصور أحيانا يتصرف بحكمة كبيرة أوه. يا لها من مفاجأة توم لا يتغير أبدا توم هذا الصبي المغامر يحاول الذهاب إلى المرفأ والتسلل إلى السفينة التي تدعى ملكة البحر كيف سيصل إلى السفينة ولماذا يرتكب مثل هذه المغامرة هذا ما سنشاهده في الحلقة القادمة